هنتكلم دلوقتي عن الكابلات وازاي تحدد البارامترز والكاركترز بتاعتها. في عندنا طريقتين عشان تحدد البارامترز بتاعت الكابلات. في اول طريقة اللي هي وانت بعد ما بتخلص البروجكت بتاعك وانت بتعمل الكالكوليشن، ساعتها بتخش على البارامترز بتاعت الكابلات بعد الفبرة. فدلوقتي عشان ما فيش بروجكت جاهز او عشان ما نعملش بروجكت جديد، هناخد مثال صغير. هنجيب اي سيركت والنتورك، نخش على الكومبوننت ليست، من الكومبوننت هنا نختار الكابلات، من هنا الكاركترز بتاعتنا. الخصائص دي ممكن تتحكم فيها لو عايز تزود خصائص جديدة أو تشيل من هنا. في عندك add و remove، تختار الخصائص بتاعتك من هنا وتعمل add أو remove ونعمل cancel. دلوقتي هنشوف الخصائص اللي عندنا أو البارامترز بتاعتنا. أول حاجة عندنا اللينس، طول الكابل قد إيه، وده موجود ممكن تحدده من الديسكريبشن بتاع اللاير دي. تاني حاجة الانستوليشن نفسه، وده عبارة عن كود بيوضح طريقة التركيب أو الانستوليشن بتاع الكابل شكله عامل ازاي. ده كود ده انت متحفظش أكواد ولا حاجة، انت كل اللي بتعمله بتختار شكل أو طريقة التركيب بتاعتك عاملة ازاي، وهو البرنامج اللي بيكتب الكود ده. يعني هنا مثلا الكابلات بتاعتك هتبقى سنجل كور ولا مالتي كور ولا انسيوليتد كوندكتور. انسيوليتد كوندكتور دي اللي هي عبارة عن مجموعة من الموصلات والأسلاك معزولة عن بعض، مش كابل، مجموعة بدل ما كوندكتور جوه كابل، لا مجموعة من الكوندكتورز معزولة عن بعض. وهنا مثلا بتختار هيتركب ازاي، هيتركب في دكت ولا ممكن يتدفن. هنا برضو الـ installation method، في عندك هنا كذا اوبشن بتقدر تختار منه. وتلاحظ ان في هنا بيظهر لك بريفيو تحت، بيظهر لك بشكل جرافيكالي طريقة التركيب بتاعتك عاملة ازاي، تقدر تتأكد من طريقة التركيب بتاعك. بعد كده عندنا الـ insulation، في اللي هو بي في سي، اكس ال بي، العزل بتاع الكابل عامل ازاي. عندك رابر، نطاط اللي تحابي لحد 60 درجة او 85 درجة. total harmonic distortion، دي كمية الـ harmonic distortion في التيار، دي بحسبها برضه، بتدخل في حسابات الـ power factor والـ losses. بعد كده conductor type، دي احنا اخترناها قبل كده واحنا بنختار الـ installation مثلا. بعد كده الـ conductor arrangement، شكل الترتيب بتاع الـ conductors عامل ازاي. في عندنا تلات أنواع اللي هو tinfoil و touching flat و spaced flat. طب ايه الفرق بينهم؟ اللي هو هنشوف هنا الصورة دي اللي هي tinfoil، هتلاقي ان الكوندكتور متركبه بشكل هرم، لكن التاتشنج فلات الموصلات معموله بشكل افقي وملامسين لبعض. السبيس دي فلات برضه بشكل افقي بس بينهم مسافات. دي بتخش في حسابات الريتنج بتاعت التيار اللي ماشي في الكابلات. انت عندك لما كابل، لكن ما كابلين بيكونوا جنب بعض، كل تيار بيكون له تاثير كهرباء مغناطيسي على الكابل التاني. بعد كده هنخش في الـ Protection Earth Type أو الـ Conductor بتاع الـ Earthing شكله عامل ازاي. هما المفروض يبقوا تلاتة، معرفش هنا اتنين بس ليه. والمفروض يبقى Included و Separate و Bare. Included ده اللي هو Conductor موجود داخل الكابل مع الفيز والنيوترال. Separate هتلاقي عندنا الـ Conductor بتاع الـ Earthing منفصل عن الكابل، عندنا الكابل لوحده والكوندكتور بتاع الـ Earthing لوحده. بعد كده بير بي بروتكشن ايرث، ده تقريبا اللي هو كوندكتور بيكون اللي هو زي سلك عريان كده او مش معزول بيستخدمه في الايرث. بعد كده يوزر ديفايند كي او يوزر ديفايند ريتنج فاكتور، وده عباره عن ريتنج فاكتور اضافي ممكن تزوده لو عايز تقلل التيارات اللي ماشيه في الكابلات. يعني ممكن عندك في طريقه التركيب حاجه البرنامج مش ذاكرها هنا في حسابات الريتنج فاكتور، انت ممكن تزود التحكم في الداتا فاكتور بمزاجك. بعد كده عندنا الامبنت تمبرشر، درجه حراره الوسط المحيط، نمبر اوف فيس كوندكتور، نمبر اوف فيس كوندكتور عدد موصلات الفيز ومساحه المقطع بتاعتهم، اس دي معناها كروس سكشن اريا، نمبر اوف نيوترال كوندكتور هي عدد الموصلات ومساحه مقطعها، دي البرنامج اللي بيحسب، ملناش دعوه بيها. احنا كل اللي بنختار اللي انت عايزه هنا اللي هو الميتال المستخدم في الفيز، كوبر ولا ألمونيوم. عندك في البروتكشن ايرث كوبر ولا ألمونيوم، في ال لا البروتكشن الكوندكتور بتاع الميتال بقى كوبر ولا ألمونيوم هنا.
وبتاع نيوترال كذلك، لكن مساحة مقطعهم وعددهم ده البرنامج اللي بيحسب. عندنا هنا الـ number of additional touching circuit، عندك دوائر مجاورة أو ملامسة للكابل بتاعك ولا لأ، ده برضو بيخش في حسابات الدريتنج فاكتور. كده هنكون خلصنا الكابلات، والفيديو الجاي إن شاء الله هنخش على مثال عملي نوضح بيه كل اللي احنا شرحناه قبل كده.